أخبار اليوم. أهلا بكم وبوابة أخبار اليوم. النهاردة هنعمل الفراخ المحشية من مطبخكم، مطبخ هناء العموري. الفراخ المحشية عادة عندنا بنحب نتبلها الأول قبل ما نحشيها. كتير مننا بيمسك الفرخة يحشيها الأول، فالنتيجة إنها بتطلع أحيانا من غير طعم، وكتير مننا لما بيحشيها بيسلقها. إحنا المرة دي مش هنسلقها، المرة دي هنحطها في الفرن علشان تتشوي وتطلع بطعم مختلف تماما، خاصة ان هي قاعدة في تتبيلة بقالها يوم كامل في الثلاجة. النهاردة مقاديرنا كوباية الا ربع رز منقوع ومغسول كويس، وعندنا بهارات لحمة وبصلة مبشورة ناعم، بصلة وسط، وفلفل اسود وقرفة ده اساسي، وملح وفلفل وزيت، وفرخة تقريبا وزن كيلو. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبتدي نعمل الرز بتاعنا. بنسخن شوية زيت في حلة صغيرة، واول ما بيسخن بننزل بالبصل، وبعد ما البصل ياخد لون بني جامد بنبتدي نحط القرفة والبهارات اللحمة والفلفل الاسود، ونقلبهم شوية صغيرين جدا عشان بس يتحمصوا كويس مع البصلة، وبعدين ننزل بالمية. الزيت دلوقتي بيسخن، هننزل بالبصلة هتاخد وقت معانا شوية على بال ما تاخد اللون البني بتاعها. هنستنى البصلة على بال ما تاخد الوش بتاعها. طيب دلوقتي البصلة خدت الوش بتاعها البني المكرمل، هنبتدي نحط معلقة ممسوحة من بهارات اللحمة، نص معلقة ممسوحة من القرفة، ده مقدار لفرخة واحدة، ونص معلقة فلفل اسود. الضروري جدا في دلوقتي ان احنا نسيب البهارات اللي حطيناها ديت، نسيبها يعني دقيقتين بالظبط كده تقريبا مع البصلة علشان تدي اللون البني بتاعها. كل ما اتحمصت القرفة والبهارات اللحمة كويس بتدي لون كويس للرز. هنحط بعد كده المية، وبعد كده الكوباية الا ربع رز اللي مغسول ومنقوع من قبل، بنسيبه يغلي، وبعدين لما بيشرب ميته بنوطي عليه، بس بنقلل المية عن العادة. احنا عايزينه يستوي نص سوا، يعني كوباية الا ربع رز تاخد كوباية الا ربع مية، بس ما نسيبهاش تغلي كتير عشان المية ما تقلش، واول ما يغلي نوطي عليه ونطلعه نص سوا. دلوقتي مشاهدينا الرز استوى نص سوا وسخن طبعا، المفروض بنستناه يبرد علشان نحشي الفرخة، بس انا دلوقتي هحشيه بسرعة لان وقت البرنامج ضيق. الفرخة ديت تقريبا وزنها كيلو. اول حاجة بنعملها بنرقق ما بين الجلد واللحم، بندخل صبعنا بنفصل الجلد عن اللحم بتاع الفرخة علشان ده اللي هنحشي فيه الرز.
ومن الجناب من هنا من عند الوراك هنفتح كده علشان نحشي ما بين الورك والصدر من هنا ومن هنا اهو زي ما انتم شايفين بيبقى هنا في حاجه زي المشمع كده بنفتحها ونفصل علشان ندخل الرز جوه ما بين الورك والصدر. اول حاجه هنعملها هنبتدي ننزل الرز جوه قلب الفرخه. الرز زي ما قلنا نص سوا، ضروري يبقى نص سوا علشان لما تخش الفرن الرز ما يتهريش، ولما نحشيها رز يا ريت ما نضغطش الرز لجوه ونزنقه، احنا عايزينه مش مدكوك، احنا عايزينها محشيه رز مستريح. ونحط معلقه هنا تقريبا، معلقه عند الورك، ونضغط كده علشان تنزل بس تحت، ومعلقه تانيه عند الورك التاني. تمام، الرز ده لسه المفروض ان هو هيستوي وهيزيد في حجمه، فما نحشيش ونضغط جامد علشان نعمل حساب الرز اللي هيستوي ده، ولما بيستوي بيكبر والفرخة بتتنفخ شوية. بنحط برضو ما بين الجلد والصدر رز ونلف كده من عند بقى الزور. تمام، برضو بنفصل كده وبنحط معلقة هنا. تمام، حطينا كده المعلقة. طيب عايزين نقفلها بقى، هنستعمل الخل الصغير ونبتدي نقفل الفرخة من عند الصدر. هنبتدي نخيط كأنك بالظبط بتخيطي بإبرة زي ما احنا شايفين كده، والحتة اللي تحت دي برضو بنقفلها اهو عشان تشوفوا من هنا ومن هنا. الفراخ المحشيه دي على السفره بتبقى بصراحه شكلها شهي جدا وجميل قوي. بنستعين بقى بحبل او دباره علشان ما نسيبش الفرخه منظرها كده، يعني كده مش حلو، مش عاطفي خالص. احنا هنربط رجل الفرخه كده ثلاث عقد كويس عشان ما تتفكش في الفرن. تمام، خلاص ربطنا الرجل دي كويس، نضم الرجل دي للرجل دي. هنلفها بس كده عشان اعرف اتحكم. تمام اهو، بنحط الرجل دي على الرجل دي ونبتدي نربط الاثنين كده في بعض ونقص كده. بقى شكل الفرخه جميل ومتكتفه عشان ما تطيرش مننا. طيب هنلف بقى من هنا، نلفها كده علشان نقفل الزور والفتحه اللي هنا اللي حشينا فيها الرز. بنشد اي طرف زياده. تمام كده، ونحطه هنا ونقفل ده بده زي بالظبط كانك بتخيطي قماشه اهي. وادي شكل الفرخه بتاعتنا. نكتف بقى الجنيحه، نحذفها لورا كده. تمام، الفرخه دي زي ما قلنا احنا سايبينها متبله من قبل ما تتحشي في تتبيله اللي هي بالزعتر والليمون، ميه بصل وخل وليمون وملح وفلفل وزعتر. بنحطها بقى في الصينيه اللي هتخش الفرن. الخطوه اللي بعد كده ان احنا بنحط عليها الميه ونقفلها بفويل. عايزين فويل نقفله بيها، بنحط الميه لغايه نص الصينيه، لغاية نص الصينية. وممكن نتبل الفرخة ديت، ممكن نتبلها بشوية ملح عشان الشوربة بتاعتها تبقى كويسة، وشوية فلفل اسود. احنا قلنا مش هنسلقها، احنا مش عايزين نسلق الفرخة، احنا عايزين نعملها في الفرن احسن من السلق. هنجيب سكينة علشان نحط شوية بصل في مية الفرخة
تمام. حطينا كده ملح وفلفل وبصل. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنقفلها بالفويل. هي واحده اهو، تمام. هنقفلها بالفويل كده، العروسه الجميله دي، ونحاول نبعد الفويل عن الفرخه، ما نخليش الفويل لازق على جلدها، لان الفويل احيانا بيلزق على جلد الفرخه. ونعمل فيها فرن صغيره او سكوب صغيره كده عشان البخار يطلع. ليه بنعمل الفرن دي؟ دي ضروري جدا على فكره، علشان الجلد بتاع الفرخه البخار بيطريه، وممكن لو طري الجلد قوي يتشق والرز يطلع منها. لا، البخار كده هيلاقي منفذ يطلع منه وتستوي في نفس الوقت، وجلدها يشد نفسه ما يطراش وما يتقطعش، وتطلع سليمه زي ما هي. دلوقتي هنحطها في فرن حامي لمده ساعه ونص، وبعد الساعه ونص بنشيل ورقه الفويل ونكشف الفرخه لمده نص ساعه كمان، علشان تتحمر كلها وتتشوي من جميع الجلد. وادي شكل فرختنا بعد ما طلع من الفرن. زي ما انتم شايفين شكلها مهندم ومحترم ولذيذ وصغيره، والرز باين اهوت من جواها. احنا حشينا الصدر، احنا بعد الساعه ونص بالظبط كشفنا عليها الورق الفويل وسبناها عشان تاخد الوش اللي انتوا شايفينه دوت. وجربوها ان شاء الله تعجبكم، خاصة لما تتبلوها قبل ما تحشوها. جربوها ويا رب تعجبكم، وافطار شهي، وكل سنة وانتوا طيبين.